اهلا بكم من جديد. ومن العناوين الى التفاصيل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القوميه وكل من وزراء البترول والتخطيط والماليه ورئيس هيئه الرقابه الاداريه. واكد الرئيس خلال الاجتماع على خطه الحكومه لتطوير قطاع البترول، فضلا عن تحويل مصر الى مركز اقليمي للتجاره وتداول البترول والغاز وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات في انشطه البحث والاستكشاف والعمل على زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة، وأيضا تأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد. وللتعقيب مشاهدينا على ما لدينا من أخبار، يسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو بالبشمهندس مروان يونس مستشار التخطيط السياسي والإعلامي. أهلا بك معنا بشمهندس. بشمهندس مروان، كيف ترى حرص الرئيس واهتمامه بقطاع البترول بشكل خاص والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتلك التجارة، خاصة مع الاكتشافات الأخيرة لحقول النفط والغاز؟ هو بالتأكيد أمر جيد جدا أن نلاقي أحد الوزارات أو أحد أدوات الدولة أزرعها وهي وزارة البترول بتتحرك بشكل استباقي مع الأحداث الجارية، سواء حول اكتشافات النفط حقل زهر وإنتاج وإن احنا يبقى عندنا مصانع لتسييل الغاز حتى نستطيع الاستفادة قصوى مما لدينا من ثروات، وأيضا هناك حقل آخر جاري التنقيب عنه ربما نسمع عنه أخبار جيدة قريبا هو حقل نور، فده ربما يحط مصر في منطقة من الدول كثيفة الغاز، ومنه لا يصح بأي شكل من الأشكال أن أنت ما تكونش عندك صناعات مكملة لما لديك من ثروات. يعني زي مثلا يكون واحد عنده زراعة لابد عنده الصناعات الزراعية، عنده صناعات الأغذية، عنده صناعات التغليف، عنده صناعات التعبئة، وهلم لغاية آخر المطاف. فأمر جيد أن أنت تتحركي بشكل استباقي ولا تنتظري حتى يفوتك القطار وتكتشفي في لحظة أن فلان الفلاني أو الدولة الفلانية عندها بدل محطة التسهيل 3 و4، فتلاقي الغاز المصري بدل ما أنا أقدر أحقق منه المنفعة قص وأكسب قدر المستطاع منه أن أنا بقسم أرباحي مع عدة دول مجاورة، في حين أن مصر في اللحظات اللي احنا فيها دي دلوقتي في أمس الحاجة لإضافات للمدخلات القومية في سواء الاقتصادية بجميع أشكالها. احنا محتاجين زيادة الناتج المحلي بشكل كبير جدا حتى يستطيع أن يتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية والألام المترتبة عليها وغلو الأسعار والكلام ده، فهو شيء جيد ما يحدث الآن، وأنا يعني بنتمنى أن كل الوزارات تعمل بشكل استباقي مثلما بتحزو حزو وزارة البترول، وأنا أتمنى أيضا القوانين اللي اتحدث عنها الخبر اللي تختص بالتنقيب عن المعادن والثروات انها يعاد النظر اليها حتى تمكن اكثر المستثمرين الخارجيين يخشوا، وايضا انا اتمنى انها تمكن المصريين انهم يستفيدوا من تلك الخبرات ويبدا يكون عندنا شركات ولو حتى صغيره مكمله في قطاع البترول والغاز، وهو ده امر مهم جدا.